فيما ينتظر الجميع ميلاد الدولة المؤسسة من بين رماد الحرب في تعز، وفيما تشخص عيونهم وأفئدتهم باتجاه معاركهم التي يخوضها المقاتلون في جبهات الحرب أمام الميليشيات الإنقلابية، تدور معارك أخرى في شوارع مدينة تعز بين فصائل من المقاومة الشعبية. اشتباكات عنيفة دارت في شارع جمال وسط مدينة تعز، سيطر خلالها مسلحون تابعون للواء 35 مدرع على مبنى إدارة الأمن وعدد من المباني الأخرى، وقطعت خط الضباب إثر خلافات سابقة وتبادل اختطافات للأفراد بينها وبين مسلحين منضوين تحت اللواء 22 ميكا. في تعز جيش وطني خالص ومقاومة صادقة وجيوش من الصحفيين والمصورين الشجعان، وأيضا هناك من يفسد الأرض المحررة ويشوه صورة المقاومة. موجة سخط شعبي جراء الفوضى الأمنية التي تضرب المدينة من قبل أفراد محسوبين على المقاومة الشعبية، فيما تعلو الأسئلة عن حقيقة ما يدور في تعز وأسباب القتال داخل المدينة، ولماذا لا تتجه فصائل المقاومة إلى الجبهات لتحرير بقية المناطق. يقول مراقبون إن الرسائل السلبية لهذه الأحداث تؤثر بشكل واضح على حضور الدولة والمؤسسات الرسمية وسمعة المقاومة بل والمناطق المحررة، فيما يؤكد آخرون أن الاغتيالات والأحداث في تعز هي مسؤولية الأجهزة الرسمية المتمثلة بالسلطة المحلية والجيش والأمن. في المقابل شهدت المدينة في الأسبوعين الماضيين حملة أمنية مشددة أسفرت عن عدد من الإجراءات الهادفة لإحلال الأمن والاستقرار والقضاء على الاختلالات الأمنية في المحافظة. هناك قصور في حفظ أمن المدينة لا يزال جليا، خصوصا مع غياب المحافظ وعجز السلطة المحلية والمؤسسات الأمنية عن فرض سيطرتها الكاملة على مربعات بعينها لا تزال تمثل خطرا على السكان وعلى المدينة.